هنتكلم كتير النهارده، عندنا اعاده تدوير افكارنا الحصريه وكتير. طلعي كل البنطلونات والبلوزات اللي ضاقت عليكي ولونها غير وما بتلبسيهاش، علشان النهارده افكارنا ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله مش هنشتري حاجه من بره. يلا نعمل لايك ونبتدي على بركه الله. اول حاجه في فيديو النهارده عندنا البنطلون البيتي ده اللي حضراتكم شايفينه. ده بنطلون اهو ملوش اي استخدام، لونه كمان غير، الاستيك بتاعه بايظ زي ما حضراتكم شايفين، فانا مش محتاجه اعمل له يعني تعديلات انه يفضل بنطلون. انا ممكن استغله النهارده في اكتر من فكره. واول حاجه هفصل رجول البنطلون من بعض، اول حاجه هقيس كده حوالي 44 سم 45 سنتي اهو، وهقص بالشكل ده، وكمان نفس الموضوع الناحيه الثانيه، مش محتاجه اقيس تاني خلاص. اهو اول حاجه حطهم كده على بعض، الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده تمام. بساوي كده من اسفل، باخد المستطيل بتاعي وهقول لكم قد ايه مستطيل بالظبط كده، حوالي 26 سنتي، وبطلع على نفس المستطيل ده 26 سنتي بالشكل ده اهو تمام. طيب بدخل كده حوالي 6 سنتي اهو، وبنزل 20 سنتي، بنزل 20 سنتي من عند الكمر، من عند الاستيك كده اهو ال 20 سنتي بتاعتي، وبعمل دوران بالشكل ده تمام. طيب ممكن تجيبي شورت او بنطلون وتعملي نفس الحكايه اهو، بس هو طريقته سهله. ده كده الشورت معانا زي ما حضراتكم شايفين تمام. طيب ده عشان بيتي انا مش عايزه اقلل حرادات واعمل حاجه، انا عايزاه يبقى مريح، فانا هستخدمه بحراداته زي ما هو كده تمام. ناخد الجزء اللي بعد كده، هاخد الرجل اهي، حطيت الرجلين على بعض اهم وقلبتهم عشان خاطر اعرف اشتغل. برضو هساوي القماش معايا اهم، وباخد نص عرض الكتف للطفلة، ودايما بقول ان 15 سنتي او 16 سنتي مناسب للاطفال من حوالي 7 سنين لغاية 11 سنة تمام. طيب ونفس الطريقة لما بنزلها، يعني نفس الحكاية لما بنزلها كده اهو 16 سنتي، هي بتلات اصابع كده. القياس ده يا جماعة مناسب لمعظم الأطفال، يعني اعمليه وعلى ضمانة أم عبد الرحمن ما تقلقيش تمام. طيب باخد هنا دوران الرقبة هخليه 7 سنتي اهو، وهنزله فتحة واسعة عشان الموديل بيتي وصيفي، هنا بنزل 1.5 سنتي تمام، وهنا انزلي على واسع اهو. بصوا في القص برضو هيظهر دوران الرقبة الاتنين قصهم قد بعض. طلعي كل البنطلونات اللي خلاص مش بتتلبس واستفيدي منها اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب بصوا بقى اهي بالشكل حضراتكم شايفينه ده، والقطعه التانيه برضو بنفس الطريقه، وخياطتهم بتبقى سهله جدا بمجرد اني احط الاثنين على بعض بالشكل ده اهو، وبخيط الاكتاف مع بعض تمام. طيب هنا انا عندي خط، الخط ده ما فيهوش مشكله خالص بتعملي بيجامه بيتي، لكن لو عايزه تحطي اي شريط للتزيين مفيش اي مشكله تمام. طيب عايزه تعملي كده حلي على الكم
مثلا زي ما تكون زي حاجه كده صغيره اهي، نص دوران القماش اللي فضل معايا اهو. بالشكل ده كده وخيطيه على الاكمام اهو. تمام. طيب هو مش بيبقى زي الكم يعني بالكامل، هو بيبقى مجرد تزيين. يعني اول ما بخيط اهو، مثلا انا خيطت كده الكم، بروح حاطه، بروح مخيطه بقى الجزء ده بالشكل ده اهو، وبيديني الحليه دي. تمام. طبعا زي ما انتوا عايزين، مش عايزين فيها حاجه خالص مش مشكله. طيب هنا هاخد شريط بس عشان اعمل دوران الرقبه واعمل كمان الابط اهو. القماش بتاع البنطلونات او البيجامات عموما قماش قيم جدا، ما بيكونش متوفر قوي في المحلات، فاستغل الفرصه دي اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. باخد، هو مش كم قوي، هو زي حليه، وباخد علامه بالشكل ده في المنتصف اهي، بحيث ان العلامه دي هي اللي هتكون على دوران الكم بالشكل ده. ممكن احط لها دبوس اثبته اهو. اهو يا جماعة ده كده شكله اهو زي ما حضراتكم شايفين. طيب الجزء ده انا بتنيه بالشكل ده، ده بقية الابط اهو يا جماعة، بخيطه بالشكل ده. اعملوا لايك بقى عشان نسيته. ده الجزء اللي انا بتنيه. التقفيل بيكون بالطريقة دي، ده كده الابط خلاص. بقفل بقى كده للاخر. عندي شريط ملون كور، لو حابه تحطيه، لو حابه تحطيه يكسر الالوان، مع ان هو يعني خلاص البيجامه بقت كلها الوان مش مشكله، بس ده يعني ايه للتزيين مش اكتر، اختياري. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين شكلها جميل وبسيطه ازاي. الشريط ده بقى وهلفه على الرقبه بالشكل ده اهو، بحيث ان انا اخده من اول الكتف وبخيطه لغايه ما الف الرقبه كلها بالكامل. اهو وبقلب الشريط من الداخل اهو بالشكل ده اهو زي ما حضراتكم شايفين. خلصت اول جزء تمام، ودوران الابط اهو جميل. وندخل بقى في الشورت اهو، بفرد بقى الشورت اللي انا عملته، وبخيط الحجر من ناحيه دي، وبخيط الحجر من ناحيه دي اهو، وبفرد البنطلون او الشورت اللي انا عملته. بس الاول اتني الرجول بتاعته قبل ما اقفله عشان يسهل عليا. خلاص كده اهو. لو عايزه تضيقي الرجول ضيقيها، بس انا عشان بقول دي بيجامه للنوم فانا عايزاها تكون واسعه اهو. خطوه الحجر دي اخر خطوه. اتمنى تعملوا لايك، اتمنى تكون الفكره عجبتكم، بس ما تنسوش تعليق جميل يحفزنا، وكمان يعني ايه هنفهم من التعليق نوعيه الفيديوهات اللي بتحبوها، وهل انتوا راضيين عن القناه وعن الفيديوهات اللي بنعملها. اتمنى ذلك يا رب ان شاء الله. مع زي ما حضراتكم شايفين، بس لازم اشيل الخيوط الزياده، ولو في اي زيادات بشيلها. اهي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين جمالها وبساطتها وسهولتها، ومن بنطلون بيجامه مش محتاجينه عملنا بيجامه جميله جدا جدا. اتمنى ان هي تعجبكم، وتنال على كل الهدوم اللي في الدولاب، بنطلونات، بلوزات، حاجات ما بتلبسيهاش، حاجات ضاقت، حاجات لونها اتغير. ويلا النهارده عشان نعمل ونبدع يعني ان شاء الله خير. يلا نبتدي على بعض.